نس. لا نس عشان انت لو قلت للنسر انت عصفورة هيزعل منك قوي. النسر ده نس ماشي. سارة والراء بق فم انسان كده ماشي. سارة صح. وادي اله احضرونا يا فنانين. عبارة عن ايه؟ عبارة عن بيت. طيب حد بقى هيسألني يقولني يعني هي كل الهيروغليفية بتقرا ازاي؟ اقراها من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين ولا من فوق لتحت ولا من تحت لفوق ولا من نص؟ وعلى رأيي دي حاجة تلخبط. مين يقول؟ يعني انا اقرا الاسم ده يعني واضح ان احنا هنقراه ازاي؟ احنا خلاص من فوق لتحت. ممكن كمان من فوق لتحت صح؟ طيب ايه؟ ازاي بقى انا هقف قدام المعبد كده ولا المقبره وانا بنقرا الهيروغليفي كده اظبطها ازاي بقى؟ احاول سهله قوي. بصي على النس باصص فين؟ مين كده؟ خلينا فاكرين دي بكسار. اسمك ايه؟ تقى. اسم جميل. ادي التاء. نص رغيف عين. نص رغيف ينفع؟ ينفع. وبعدين القاف عباره عن تل. تل زي جبل صغنن. تقى. تقى ماشي. تقى عندنا نسر كمان. طيب نمسك التقى. لاحظنا ايه؟ كتبناها من مين؟ مره نصر من مين؟ برضه ايه ده؟ حاجه غريبه صح؟ طيب افرض انا بقى كده البتاع بيضاء اي حاجه بيضاء. افرض انا بقى رحت كاتب نقط كده. كده